رأي حضرتك إيه من خلال طبعا تولي رئيس لجنة الحكام مستر برارة الأمور خلال الفترات اللي فاتت، بغض النظر عن هو مسافر دلوقتي، تعليق حضرتك إيه على قيادته؟ وهل شفت إنه بقت الأمور مختلفة شوية منذ أن تولى القيادة؟ هل ابتدى يكون في تطور زي ما حضرتك كنت بتتكلم على الجانب التدريبي؟ هل بقى في تعميق أكتر، بقى معمق أكتر، وبقيت الحكام بتشتغل بشكل مور بروفيشنال، ولا الأمور تبقى كما هي عليها مفيش جديد وفي أفضل لسه؟ بص يا فرح، انا بالنسبه لي انا الخبير الاجنبي اللي جه قبل كده مارك هيتنبرج وبريرا، انا كنت من اكثر المؤيدين ليهم. انا قلت يجي خبير، انا قلت بالنص كده، يجي خبير اجنبي، يجي خبير عربي، خبير افريقي، ايا كان مين الخبير، في الاخر عايزين التحكيم المصري يتقدم لقدام، احنا مع التحكيم المصري ايا كان مين اللي بيقود. للاسف مارك هيتنبرج كان عنده وعنده كتير يديه للتحكيم المصري، لكن وعدم وجوده في مصر باستمرار هو ده اللي قلل ان احنا نستفيد منه. مارك انا كان معايا مرشح لكاس العالم 2018، فانا عارفه على المستوى الشخصي، فعنده يعني عنده يدي تحكيم مصر كتير، لكن للاسف عدم تواجده طول الوقت وتعاقده مع الاتحاد اليوناني في نفس تعاقده مع الاتحاد المصري وموجود في الاتحاد الاوروبي، ففي شغل كتير هو مشغول. ظلم التحكيم بالظبط، المصري، ظلم نفسه الاول وظلم التحكيم المصري معاه. صحيح. وكان عنده يدي بس ما قداش، كان عنده ممكن حاجات يقدمها للتحكيم المصري، لكن للاسف لو تم خبراته، تفرغ عنده خبرات لو تم كبيرة. تفرغ التحكيم المصري كان ادى حاجه كتير يعني. فيتور بيريرا توسنت فيه خير على عن طريق السي في بتاعه كحكم، لكن الاداء بتاعه وطبعا كنت في الاول كنت انا من الناس اللي برضه اتمنى له النجاح، لان في الاخر نجاحه تحكيم مصر، لكن هو من ساعه ما جه لغايه النهارده ما قدمش اي حاجه للتحكيم المصري باي حال من الاحوال، مفيش تقدم للتحكيم المصري، بالعكس هو ضر التحكيم المصري بالتصنيف اللي عمله، وحكام مصر اللي راحوا مثلوا مصر في كاس الامم اقصى حكم لعب فيهم 3 ماتشات في 11 اسبوع، وده عدد قليل جدا لحكم رايح يمثل مصر في محافل دوليه. انا كنت لما اسافر كاس امم، رحت 5 كاس امم، قبل كاس اي كاس امم كنت بلعب على الاقل 15 مباراه بين دوري ممتاز، قسم تاني، قسم تالت، الدنيا كانت مفتوحه بالنسبه لي، اي ماتش مهم انزله، في الاخر انت واخد حساسيه المباريات رايح بمستوى معين. حكامنا لما كانوا رايحين كاس الامم كنت انا متخوف عليهم، وقلت في الاعلام كله انا متخوف على حكامنا اللي رايحين، لان ما تمش اعدادهم الاعداد المحترم لكاس الامم. لما نجحوا ده نجاح شخصي ليهم، لان هم اجتهدوا واشتغلوا على نفسهم عشان يروحوا ويظهروا المنظر ده، ونجاح للجان اللي قبل كده، لكن اللجنه الحاليه ما عملتش معاهم حاجه، لان ما اديتهمش حقهم اللي يستحقوه. هي ما عدتهمش الاعداد المهم. فانا قلت وهقول تاني ان مارك ان فيتور بيريرا ما قدمش تحكيم مصري حاجه، وانا من الواقع اللي حاصل مش هيقدم تحكيم مصري حاجه. يعني الاداء متواضع حتى هذه اللحظه. للاسف اللي بتصرف عليه فلوس اتقالت انها مرميه في الارض، لان في الاخر ما لقيناش المردود على الارض للتحكيم المصري من وجود خبير اجنبي اسمه فيتور بيريرا. مع ام ضد يا كابتن جهاد دايما اتخاذ القرار بعد فوات الاوان، يعني في بعض الاحيان لما الامور بتبوظ خالص بنبتدي نتخذ القرارات في بعض الملفات الهامه جدا، وبتكتشف انه في فعلا اموال يعني طائله بيتم يعني صرفها في جوانب معينه، رغم انك انت ما بتستفدش الاستفاده اللي انت ممكن تاخدها من الجانب ده، وبعد كده بتبتدي تصلح المسار. تعليقك ايه على الجانب ده؟ وشايف انه لا ممكن ان يكون في اداء تحكيمي افضل وقياده فنيه تحكيميه افضل، وهل من وجهه نظرك يكون في تولي القياده الفنيه التحكيميه لرئيس تحكيم مصري ام اجنبي؟ هبدا لك من نقطه تعيين الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن مدير فني لمنتخب مصر. تمام. انا قلت افضل قرار اتاخد على مدار الاتحاد المصري لكره القدم الفتره اللي فاتت ان رجعنا للاصل، رجعنا لامتداد الكابتن محمود الجوهري وامتداد الكابتن حسن شحاته بالكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن، وده قرار اتاخد كرد فعل ان ادائنا في كاس الامم واداء الراجل الخبير الاجنبي او المدرب المدير الفني لمنتخب مصر في كاس الامم كان رد فعل طبيعي، والشارع والقاده السياسيه والناس كلها كانت طالبه حسام حسن. طب ما هو اتاخد قبل كده يا كابتن جهاد. لا انا بتكلم ان الكاريزما والاداء والناس اللي حضرتك بتتكلم على عنصر مش على مبدا من مدير فني اجنبي لم يوافق مع المنتخب المصري، وعلشان اعمل التهدئه فاجيب مدير فني مصري مش فقط مصري. لا لا، هو مش فقط مصري، بس هو مصري واختار الكاريزما اللي موجوده ومين اللي يصلح في الوقت ده، وان شاء الله انا اتوقع الكادر ده بصفه شخصيه نجاح كبير ان شاء الله للكابتن حسام والكابتن ابراهيم الفتره اللي جايه. تمام. قلت بقى وجهت رساله الاتحاد المصري لكره القدم، اتمنى زي ما عملت ده بس كرد فعل مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كمدير فني اجنبي غيرته لمدير فني مصري، اتمنى ما يبقاش بقى تغيير الخبير الاجنبي اللي في موجود في الحكام كرد فعل، عايزه يبقى فعل. تمام. يعني نتمنى اذا مش عيب انت تاخد قرار خطا، لكن العيب ان يستمر القرار مستمر، لان مش لاقيين اداء على الارض، وكل الاتحاد المصري لكره القدم كل اعضائه عارفين خلاص ان مفيش اداء على الارض. حكامنا اللي كانوا في كاس الامم قالوا وطلعوا
قالوا ان مفيش اي استفاده، اللي هم اللي بقى اللي موجودين في المطبخ مع الراجل، قالوا ان مفيش اي استفاده من الخبير الاجنبي اللي موجود. فاتمنى يبقى في قرار مش رد فعل يا فرح، عايزين قرار فعل. ان انت تاخد القرار ما تستناش يحصل لا قدر الله هي مشكله بقى اللي انا كبيره بتكلم عليها. وبعد كده تغيره عشان يبقى في رد فعل. لا احنا عايزين الموضوع شوف الصح ايه وخد قرارك. اعاده تقييم بالظبط، لان التحكيم فعلا محتاج اعاده تقييم، ومحتاج يرجع للاصل ان يبقى في حد مصري بيدير اللجنه الفتره اللي جايه.